أعلن مهدي المشط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي اليوم الاثنين التصعيد عقب تلقي جماعته تهديدات من دول عدة. وزعم المشط لدى تفقده ساحة الاحتشاد باسم المولد النبوي أن من وصفه بالعدو الافتراضي سينفذ المطالب المحقة لجماعته، ما لم فإنه سيصطلي بنار قواته وبأس مقاتليه في تحدي علني لجهود السلام، يهدد ضمنياً دول التحالف العربي للداعم للشرعية في اليمن. وادعى أن جماعته تلقت تهديدات من دول كثيرة، لكنها قررت أن تتولى الله ورسوله وأعلام الهدى فافعلوا ما شئتم. في رسالة تحدي لجهود السلام التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة، ورفض صريح للانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.